صحيها هلا، يا حمد مرحبا. هلا الشلاقي، والله، الحمد لله على السلامة. الله لا تعبت يسلم. ان شاء لا الله. ندم، يا مرحبا، كيف الحال؟ هلا والله، والمرحب، يلا حيها. خير ما جالس اليوم بالحوش. ابو زايد الله يجزاه الخير جاب لنا هالفطاير وهالتشكيله الطيبه. بس الله يقويك ابو زايد. الله انا والله كليت. خالد ليه ما تاكل اصيل؟ وش يبرد يا عشاء؟ كل يبرد يا جماعه، حالات الحاره. ها؟ ابدا. شو؟ ما تحشيت. تحشيت؟ وش تحشيت؟ والله اجلس اجلس، وش تحشيت؟ تحشيت حشاء. وش عشاء كنت تحشيته؟ برجر. والله خيره؟ حاجه اسمه اسطنبولي، كل اسطنبولي. اسطنبولي. شو اسمه؟ اسطنبولي. فطر في الطاوله. ها؟ اللي بديلي. هلا عشاك وشو؟ حجاي. برجر. ايوه. فلافل. ايوه هذا فطور، هذا فلافل خبره فطورا. ايوه. ايه فطور للفلافل. ايوه. وغير برجر. ايه. وشطة. شطة. ايوه. مع نار. مع نار؟ شلون هذه؟ مطبوخ على نار. مطبوخ نار نار بشطة كذا. وكليت عدرة والله. مالك وينه؟ نايم. نايم كلام معك من النار والله. كان نايم وانقعت بلعت النار. والله على قلبك من النار. يا حياتي ما ارجع ان شاء الله. هو الهيج. ايوه ليه؟ سكتين دي زفت وطن. ما تو ولا حي؟ لا هو عيون. حي عقب هذا السكسير الديزل. تفنن وبالوير. هو سلم الاول يقص رجله، بس السكس الثاني خرب عليه. يلا 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 يا ابو فهد. هلا ابوي. نبي نلعب اسئله، بسالكم اسئله و جاوبوا. يلا معك. اول سؤال اسمع، انت وصير فريق. اول سؤال غانم. يلا غانم يقول لك ما هو الحيوان الذي يرفع ذيله اذا جاي بيقفز؟ حصان. ها؟ حصان. ما ادري والله. ها؟ وش اللي يرفع ذيله يا قمر؟ الكسل. وش السؤال؟ يقول لك ما هو الحيوان اللي يمنه جاي بيقفز يرفع ذيله؟ لان عنده جواب. ها؟ لان عنده جواب. صح الكنقر. لا صح. طيب سؤال محمد فهد. هلا. يقول لك ما هو ما هو الحيوان الاكثر تحمل العطش؟ الجربوع. اصير اصير. وش وش؟ ما ادري شلون يصير. وش الحيوان اللي ما يعطش؟ الجمل. صح. لا خطأ. لا ما يتحمل العطش غير الجمل. شيء في شيء ثاني. في شيء وش ولا يا غانم وشو؟ الضب. لا ابو زايد. شوف الشباب بفكر. بحري. سلطان. لا بحري ما له دخل. ها توقعته والله ما عطش. اللي اكثر حيوان يتحمل العطش في اللينكس. جربوع. في جربوع. يصير عنده اجابه. جردي. التعليه. السحليه. لا جردي. زواحف ولا ايش اسمه؟ ما اقدر اوضح لك الزواحف ولا. ايوه حيوان. ها؟ احمد هو جردي. لا مو جردي. انت قاعد تراعي. احد عنده اجابه بدل ما عدي عليكم واحد واحد. كل واحد يفكر. حصني. ها؟ عادل. انا لا. ممكن. ها؟ الحطني. لا. حصني. وش يعيش بالصحراء؟ ايوه صحراوي اكيد. بس وش هو؟ لا بصحرانا يعني احنا اللي ما يعيش بصحرانا ما يتحملها. صحراوي هو بس غير الجمل. ها؟ وش؟ ايه رقبته طويل. زرافه. زرافه. اي والله. طيب غانم تعرف الروبيان؟ قلبه وين وين يقع؟ ها؟ قلبه وين؟ ما ادري. صغير ما له قلب. له قلب. بس وين قلبه؟ باخر. راسه. براسه صح. والله. اي والله. سؤال سهل لخالد. ما هي عاصمة الكويت؟
هني ما ادري فكر. زايد عاصمة الكويت. ها الكويت صح. سؤال سهل غانم، كم عدد اسنان القط؟ ايوه كلها صعبه يا امي. عاد الوحيد المفروض اني اعرف حق اسنان القط هو ما شاء الله قط كبير وما شاء الله. سؤال العموم ها هو نعم. ايه انا كم سنه قط؟ 36 لا لا 22 والله ما واجد. 44 لا ها لا 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 اي غلط ايه يعني مثل كلمت نورة تروح عندها كم سن؟ طيب بسألك سؤال اذا جاوبت تروح يا امه تروح زي السؤال اللي كم عمرك كم يولد اربع سنة اتكلم انا اللي اشوفه خلاص روح لعمك قول ود النورة ولديك والله غريب خل ابوك بنتيك أحب راسي وديك يلا عادي أحب حلوتي يلا في شيء أنا بروح معك وانت أبي وين الأولى ولا روح أنا لا 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 ناخذ غالب معنا دائما فضلت عن وين عند عمتي غانم ليه ما تاخذه؟ وانا بروح ادخل عند عامر وسام يا العب معهم. بتجي محمد؟ بتجي؟ شوي تجيبوا ها؟ شوي يجيبوا زين؟ اخذ غانم معنا ولا لا؟ اخذ عند الشراقي. خلها بنفس السؤال مش وين ما هو اكثر حيوان تتحمل العطش مكتوب هنا الجمل وهناك مكتوب الزرافه عاد ما ندري اي الصح لكن عاد نكمل حنا طيب سؤال غانم اذا واحد اعطاك برتقاله ايش تقول له شكرا لا شكرا يا برتقاله لا لا غير شكرا يعطيك العافيه لا غيره ما له دخل بالشكر كلش ولا يعطيك العافيه قشر لي طيب سؤال غانم يا ويلك يا غانم اين يوجد البحر الذي بدون ماء بحر بدون ماء ايه هلا في بحر ميت لا مو ماء بحر ميت بحر الشعر لا لا بحر والله ايه بس لا هو يقصد بحر الشعر لا, لا بحر هو صدق بحر الشعر لا بحر بدون ماء انا اعرفه جاوب خريطه صح سؤال غانم شخص خرج بالمطر زين ولم يبتل شعره من هو خلاص صح جاوب 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 سؤال لمحمد اسلم ومال من هو من اول من اكتحل بالاثمد؟ ها؟ من اول من اكتحل بالاثمد؟ هو الظاهر انه جاهلي. كحل جاهلية صح؟ كحل عباس او نبي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا جاهلي هو ها؟ لا ما قلت لك انه جاهلي انا. لا انا قلت اتوقع انه جاهلي. ها؟ ما ادري. عروة بن ورد. معروف انا اعرفه احنا. ايه انا قلت محمد يعرفه صراحه لا محمد راح حق تاريخ بس الشاعر شو اسمه نعرف اسمه يعني احنا اللي خوي عروه شو اسمه كان فلان ما ادري من
عنترة شداد؟ ها؟ عنترة لا شخصية معروفة زرقالي ماما اي صح انا محمد محمد. محمد انا قلت محمد اعرفه عيونه لقوا الاثمد ورا عين. طيب محمد من هو من هو اكثر انبياء ذكر في القران؟ اتوقع موسى عليه السلام صح. اكثر قصه صح. ها اكثر قصه صح. طيب غانم سؤال، ما هو الشيء ولا هو شيء لا جماد ولا حي؟ شيء ولا هو شيء لا جماد ولا حي نفس الإجابة صعبة هي صوت صعبة وش هو طيب شيء والله ما أدري شوف ها هو حرف صح ها حرف لا لا مو حرف ها هو لا حوله أنت اجلس هناك اجلس هناك لا تشوف اجلس اجلس هناك كويس جالس عندي بيقرأ ها لا هو لا رمعته حلوة شيء شيء ولا هو شيء قوس قزح لا حي ولا ايش اسمه وين لا ميت ولا حي قوس قزح لا المطر ضباب الفراغ ها الفراغ. اقرب واحد ده انت وزايد خير الفراغ ها قربت زياده الظل صح سؤال غانم يا اخي انا اختار لك اسئله حلوه صراحه سؤال لك يا غانم يقول اسمع يقول لك ما هو الشيء الذي إذا جمعته حصى وإذا تركته مشى وإذا طبخته عشى؟ قعد ها بأكل جمعته حصى بيعرفه إيه؟ يأكل بيعرفه حصى آه تعرف محمد؟ لا والله جمعته حصى إذا جمعته حصى وإذا تركته مشى وإذا طبخته عشى سلحفاة؟ لا منو اللي بيأكل زلحفاة غالب ممكن غالب جمعته نفس الحصى ها؟ وإذا تركته يمشي وتقدر تطبخها عشاء. ايه؟ خروف. ها؟ خروف. خروف؟ لا. وش؟ بعير. لا. اترك جوجل يا اترك. ايش جمعته حصى، وإذا تركته. عاد مصور السؤال أنا قبل لا ترى سنابي. وإذا وشه؟ ها؟ إذا جمعته حصى. وإذا؟ إذا جمعته حصى، وإذا طبخته، وإذا تركته مشى، وإذا طبخته عشاء. عشاء. غانم. مجموعة لا هو بالأكل هو مستشارة ها زايد كل يوم تأكله الصبح أنت هي كل يوم تأكله الصبح بيض صح لأن هي تمسك قاسي حصى وإذا تركته فقست ومشت وإذا طبخته عشا وين يا غانم في أسئلة لك تفكر بالمخيل ما عنده معلومات ها من المقفة تدري انه مو مكتبة كلش ما اعرف علوم والله صعب هو تعب صار ما يحكي من كثر ما اعرف سؤال غانم ما هو الشيء الذي لا يمكن بله حتى لو دخلناه بالماء ما يبتل حتى لو دخلته بالماء والله مصيب أسئلة قشطرة اليوم زئبق لا وشو؟ يقول لك في شيء لا يمكن بله حتى لو دخلته بالماء ما يبتل القطن سنج لا القطن لا الريش احمد وين ثقافتك يا اخي؟ فاز لي حطيت على ايدي ما تبي انت ابلشبه لا الريش ها؟ ريش لا الريش يبتل لا ريش الوزة يبتل لا ريش الوزة ما يبتل لا يبتل لا لا في ريش يبتل يعني لو تلقى عليه قطرة ندى لا سبحان الله لو مقطع ترى يغطونه بالماء ايوه حتى لو رفعته تلقى عليه ماء لو قطرات لا هو يرسي بس عاد ما تغلغل اي يعني زي اذا حطيت الكأس طيب وش اللي ما يبتل يمكن ما يبتل بس انا مش والله ده الحين ناسي قمر لا مو اسمع فوقك على طول لمبة لا افضل يعني النور افضل صح اسمع طيب سؤال اخر الغانم ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض حداك
ما يلد ولا يبيض. ولا يبيض. شلون طلع؟ هو طالع، هو طالع، بس هو عاد يوم طلع لا يلد ولا يبيض. لا تعرف أنا؟ ها أحمد. والله أتذكر. صح صح. ذكر أي حيوان. لا معلومات صفر. أحمد عندي سؤال أخير الغانم خلاص بعدها اللي بيسأل اللي بيسأل بكيفه. سؤال سؤال حط مجهودك. آخر سؤال آخر سؤال آخر سؤال غانم. يقولك ما غانم يقولك ما هو الشيء الذي عندما تضعه على ظهره وتفتح بطنه يجعلك أكثر حكمة؟ والله دلحين نازي يا ابوي، والله دلحين نازي. يقولك ما هو الشيء الذي عنده اذا حطيته على ظهره وفتحت بطنه تصير اكثر حكمه؟ خروف. عشان كذا ما انت خروف. هو انا هو قصده جلد الخروف اللي هو من الكتاب. لا وش هو صح. الله عليك يا غانم. خروف جيعان توك ضارب من النعمه مش وين هو كذا من كثر ما يقابل الكتب تجاوز. لا توقع توقعت واحد ما توقع سؤال سهل هذا. اي ولا قرا هو 16 كتاب اللي حافظ الحين ملوقه. طيب انت محمد عندك اسئله بعد عندك الله محمد ملوقه هو شو اسئله اسال غانم اسال غانم يلا منو النبي اللي اندفن بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ انا بابا بابا اندفن بعد عمر بن الخطاب. يلا قالوا انا عندي لا لا بعد النبي ما هو محمد. اقول لك بعهد عمر، عمر خلافه الثاني. اي بعهده اندفن. ما ادري وش السؤال؟ سؤال من هو النبي اللي اندفن بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ اندفن بعهد عمر. رسول الله. لا نبي نبي هو نبي 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 ما في نبي على الله. على الله انت فهم بعد عمر فنو يعني ولا هو ما يتقرب عيسى. لا لا فنو هم مسلمين بعد عمر فأمر من أخو عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه طلعتوا مثل انت اللي كان بالقدس مو بالقدس فلسطين او لا العراق مصر سوريا اليمن الشرق شرق من ما عندي معلومة أنا. يا الصين عليه السلام. ها يا الصين لا لا أقرب شوي. وين الصين؟ الفتوحات اللي في الصين هاي نهار دون دون بحق. بس هو طبعا مولود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ها مولود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هي 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 قبل عيسى بعد. لا بحثت عنه أنا طلعت صح. منش سالفة هو عارف مره بعد وطلع. وش علمنا احمد وش السؤال؟ وش السؤال؟ علمنا بعد عمر منهم؟ عارفه جاوب دانيال. دانيال علمي دانيال عليه السلام. اي وش قصته؟ هذا قصته قديمه. لا قبل لكن... تدفن اخر اخر ها؟ امة نبي. اي يعني اخر نبي امة اخر نبي. اي هو دخلوا قريه ظهر يوم فتحات بعهد عمر فتحات بلاد فارس. ايه لقوا قريه عندهم رجال ميت حاطينه بغار وشي زي كذا. هاي تبر كومبو يا بغوا مطر يقول يطلعونه سبحان الله على شكله طبعا ما ي... ايه سبحان الله ايه كل الانبياء سبحان الله قالوا ايه بحثوا عنه عمر قالوا عرفوا انه دانيال. دانيال ميت هو مبطي اللي قصته انه فيه ملك بعد زي النمرود وابراهيم كذا جوع سود الملك هذا وقط وبسطه جوع ما ادري كلها نعين لكن ايه هذه هذه من ضمن قصته بس ما ادري على دعوته ما ادري من ايه امر عمر الخطاب انه يدفن ويحفر معه 3-14 قبر عشان ما يعرفوا اي طيب دنيا اهلين على الحين ما تعرف وش وين تعرف وش وين ما خلاص خلاص هو بحب الفنيله دي اذا صار لابس الفنيله دي بقول لكم اياها ولا لا ترى رايح علومك طيب شو اخبارك شوف طيب هذا رحنا لعمان وجلسنا اسبوع ورجعنا وانت ما سافرت للحين اي ما كنت مستنيك ليش؟ قلت يا صديق بالشي محتاج شيء لحد بيتي. أنا بفسيخ. فسيخ. فسيخ. جيب لي واحد. كلها مو فسيخ. كلها مو فسيخ.
جيب لك دجاج ودفنها هنا، مو دفن. ايه تعرف صورة الكوثر انت ما يحتاج. يقول ان اعطيناك الكوثر، كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، ان اعطيناك الكوثر صل ربك وانحر، ان شيناك هو الامر. صحيح، صدق الله. فصل ربك. طيب ايه هو الكوثر؟ طيب نحاول السؤال. ايه حاولوا يلا اسال غان، قول وش الكوثر. شك الله بالخير. لا اسال ايش اسال اسال قول وش الكوثر. اسال غان صدق صدق، خليه يعطيك المعلومه. بالجن. ايه وش هو بالجن؟ وش نهر؟ لا مو نهر، انا اقول حوض. حوض ولا نهر؟ والله ما عارف. هذا الماء. إيه الكوثر حوض يكون بأعلى مراتب الجنة فردوس. ماء الكوثر. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي إن أعطيناك الكوثر. الكوثر هذا تأخذ رشفة واحدة بس ما تعطش أبد. لا آسف. أو من يد النبي. أو النبي. هذا الحوض اللي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اللي الله سبحانه وتعالى عقب ما تعد الصراط والمذاقة هذه. ايه؟ كلامك صحيح. ترد الحيض. ترد الحيض اللي دائما يقولك، حتى لو تلاحظ المصريين شو يدعون، اللهم وردنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحيض. الحوض اللي تشرب شربة ما تضمى بعدها. صحيح. اللي عقبها سبحان الله اللي يوديك الجنة. ايه. فهمت؟ أما الكوثر مثل ما قلت. قصدك نكمل بك الطريق. اللي هو بعد المعاناة. بعد المعاناة بعد كل شيء اللي يدخل الله الجنة الجنة. طيب الكوثر. الكوثر هو نهر من نهر الجنة. ايه؟ هو موجود وين؟ بالفردوس. بالفردوس. ايه؟ نعم صحيح. ايه بأعلى مراتب. اللي هو أعلى مراتب الجنة. يعني نهر مو حوض. نهر. 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 شكرا أبو زايد. الله يبارك فيك. أسمع أنا إن شاء الله إذا دخلنا الجنة أنا بدور بيت، أحط بيتي على نهر من عسل. أبي أدور نهر عسل وأحط بيتي جنبيه. عاوز تقورني؟ والله الله ما اكتبنا الخير واكتبنا كل ضاح. هلا والله. بس ايه ربنا. طيب انت وش مش اهم شيء ندخل الجنة. اجاورك ولا اجاور غانم؟ طيب عاوز بيتك جنب نهر عسل ولا لبن ولا مية؟ والله انا راضي بس كنت نروح الجنة. طيب اوكي انت دخلت الجنة وراضي الله عليك. اطلب اي حاجة. بيتك عاوز يكون فين؟ على لبن ولا على عسل ولا على خمر ولا على مية؟ على اي نهر؟ انا بروح الجنه ان شاء الله افكر. هذا بس بيدخل. بس بيدخل. كلنا بس نبي ندخل. بس الله يرحمنا ان شاء الله. خلني ادخل افكر. الله يرزقك. انت عارف ان الحصبه حقت بيتك لولو ودر ومرقان؟ الحصبه حقت بيتك ايه لولو ودر ومرقان. الجدار من ذهب وفضه. ايه ولبسك ايه؟ بس تلبس الثياب حريق. وقوتك قوة 30 رجال. ايوه. الله سبحانه وتعالى. عمرك؟ ايه يعطيك قوة 30 رجال. والعمر ثابت الله. العمر ثابت. ما لان الله سبحانه وتعالى يجيب ملك الموت سبحان الله يجيبك ككبش ويذبح يوم القيامة. انه خلاص لا موت بعده. حتى الغائط اللي هو طبعا اللي هو سبحان الله. ذهب الحمام وهذا سبحان الله. ما في. ما في لا عطش لا نوم، وهذه تكون حياة سرمدية. اللي هي سبحان الله اللي هو الله اللي ذكر الله سبحانه وتعالى بكتابه اللي هو في شغل فاكهون، يعني من كثر الوناس انت مشغول. ايه ما تدري تروح تونس بهنا ولا هنا. سبحان الله حياه صار مدينه. قال الله يدخلنا الجنه. امين يا رب. اللهم امين. طيب اول ما تدخل الجنه ان شاء الله انت من يسمع شو مسلم اول اكله تاكلها ايه هي؟ طبعا هذا مو سؤال مو اختيار، في اكله ناكلها معينه ايه هي؟ ما تتوقع يعني عاوز تعرف؟ اسال السربي. ما هي السؤال يا السربي؟ وش ما هي اول اكله ناكلها في الجنه؟ تفاح. ما... صح صدق؟ اه تفاح. تفاح هي وقعت. انا ادري ان في تفاح اخضر بعد بباله. غلط غلط، مش التفاح. التفاح هذا تاكله يمكن بعد الاكله هذه عشان تتمشى بس. أنا أسر؟ لا أكلة أكلة
العس النهر. ايه هي؟ ونفكر. يلا فكر. اسال احمد خسر. ما اسال ابو زيد شاركنا بالله. يا ابو زيد علم. والله ما اعرف بس اتوقع انه في كبد الحوت. الله والله. اطراف كبد الحوت بعد الليل. سبحان الله. سبحان الله. اي والله. صفات وشي اللي هي الحريات. يقول لك سبحان الله يوم تدخل قصرك بالجنة صلى الله يجمعنا كلنا. اللهم امين. الله يا رب العالمين. اللهم امين. تفتح قصرك بالجنة أول ما تشوف أول حرية. أول حرية تفتح عينك ما تغمض وما ترمش 40 سنة. تيجي تنده عليك من هي؟ مرتك بالجنة. وتلتفت لها وتجي فاتها عينك 40 سنة ثانية. لأن جمالها جمال مرتك أكثر من جمال الحرية. الحرية. وسيدة هي عليها. وسيدة هي عليه. وكل واحدة أزين من الثانية. وسبحان الله اللي هو طبعا من أيام اللي نعدها اللي هي 40 سنة. اللي تضرفات عينك سبحان الله ما تلمش 40 سنة. الرمشة واحدة 40 سنة. ايه. يا الله. تخيل أنت وش شو الجمال اللي خليك ما ترمش. ما ترمش 40 سنة. اللي هو أول حرية وعقبها تجيك إن شاء الله بإذن الله حليمك والحريات الثانية إن شاء الله. أنصحك يا علاء. ما تتجوز في الدنيا. شوف انا مش وين تبي بيتك؟ ما جينا المره حريات وزايد دخل هو يقول اين دخلت الجنه تستاهل يعني ابو طيب عندك اربع نهار خمس اي واحد تبي وين تحط بيت؟ يقول يا ابن حلال ادخل الجنه يا مار بلي يا ابي بس انا مثل علاء تخش ابو زايد كهرباء ولا دخل الجنه ايه يقول اخر واحد يدخل الجنه رجل يقول يا الله أهل الجنة دخلوا أهل الجنة وأهل النار راحوا للنار وأنا آخر واحد دخلت الجنة فما لي شيء من الأنعام ما لي شيء من الأشياء من الجنة يعني قصده إنها راحت راحت اللي بالجنة كل اللي بالجنة راحوا طبعا الأمم إيه من آدم إلى آخر واحد هذا تكلمك عن آخر رجل يدخل الجنة يقول أيكفيك ملك 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 من ملوك أهل الدنيا قال رضيت ربي إلين الله يقول له ولكم مثله ولكم مثله ولكم مثله لين يقول كفيت ربي كفيت ربي كفيت ربي بالثالثة الله يولي سبحان, سبحان الله يقول أعطيك ملك يقول إيه راضي ما راح أطرق ما أطرق يا أخذ الملك يقول يا رب يضحك سبحان الله يضحك بس قبل أدخل بعد كذا مقرب من باب الجنة يقول أول إيش مريح يقول بس حطن عند الباب يا رب لكن ليش 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 ما دخل اللي الصفة تذنبه ويمكن ما عنده حسنات يدخلونه الجنة في ناس آخر شيء اللي هم لكنه هذا ما دخل النار يعني وطلع لا لا عاد ما أدري لكنه قل خلص عذابه من النار طلع بين يطلب الله شو مريح قربا بس يلا من قلده شغل أبو فهد سبحان الله كذا يلا دخل أسلم الله سبحانه وتعالى له مية رحمة صح الرحمة الوحيدة اللي نزلت اللي هي موجودة على الأرض على الأرض خالق هذا كلها كامل 99 رحمة الله ضابها له الله الله يوم القيامة لأن الله راح يغضب غضب يوم القيامة لم يغضب قبله ولا راح يغضب بعده يوم القيامة اللي هو طبعا اللي هو سبحان الله اللي هو يجي النبي صلى الله عليه وسلم كل يجون الأمم يروحون عند عيسى وعند إبراهيم وعند إسماعيل كله يقول نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمتي يسجد سجدة يقول لين الله سبحانه وتعالى يقول له إن ما حد يرضى لا الملوك لا الملائكة ولا ما حد يرضى يدخل على الله سبحانه لأنه خايفين لأن الله سبحانه وتعالى يغضب غضب ما غضب قبله ولا يغضب بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يجي يسجد عنده يقول اللهم أمتي أمتي ويقول بعدين يقول الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قم قم يا محمد اشفع تشفع فيقول اللي يقول بس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول لك يدخل الجنة حتى يوم جاء توفى عمه أبو طالب يوم قال قبل لا يتوفى قال له قل استغفر الله بس عشان أحاج الله فيها عشان يتشفع به عشان يتشفع به بس قل استغفر الله بس قل استغفر الله بس عشان أحاج الله فيها هذا اللي نزلت الآية اللي هي وشي إنك لن تهدي من تحب ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء اي والله الله يعطيك العافيه علاء عاد بكره اللي بنطلع بالطعس وابو زايد والله ودي ادوكم مكرونه او جدا مكرونه حمراء قالوا كانت بكره بنطلع بالطعس طبخه بالطعس بالطعس ليش ها
ولا تبون مشاوي يجيب لكم واحد يسوي لنا مشاوي؟ انت ايش تبي؟ ولا يجيب لكم واحد يسوي؟ لا 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 احنا بنطبخ. لا لا لو كانت تجيب زايد بجيب مالك وصيل و بكره بكره ان شاء الله. وغانم مذاكر. اي ذاكر يا غانم ذاكر ذاكر يا غانم. غانم يا جيب لي مي يبا جيب لك إيه لازم يذاكر غانم زيودي ذاكر سوا ذاكر انت وياه عاديات